بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي وحبايبي طلاب تانية ثانوي، النهاردة بقدم لكم الفيديو الخاص بمسرحية كينج لير. كينج لير هذا الملك الذي أراد توزيع مملكته على بناته الثلاثة جونريل وريجان وكورديليا. طبعا احنا عارفين ان بناته الاتنين جونريل وريجان دول بنات سيئة جدا ومش بنات سالكة، أما كورديليا فهي بنت مخلصة جدا لأبيها. هو كان حابب أن يوزع مملكته عليهم ولكن على قدر تعبيرهم لحبهم ليه. طبعا جونريل وريجان كانوا دايما بينافقوا الملك لير، أما كورديليا فكانت مخلصة، كانت صادقة في تعبيرها عن حبها لأبيها الكينج لير. ولكن الكينج لير ما كانش حابب ان كورديليا مش بتعبر او مش بتنافق الكينج لير وبتعبر عن حبها بكل صدق وبأفعال، فقرر انه يطردها. ولما طردها ربنا كرمها جدا بان ملك فرنسا The King of France اعجب بيها وتزوجها، وده بيعتبر تعويض ربنا لها. أما جونريل وريجان فكل واحدة فيهم كانت بتحاول تنافق أبوها وكانت بتبالغ في التعبير عن حبها لأبيها الملك لير، طمعا في تقليص سلطته وإن هم ياخدوا الحكم منه. طبعا جونريل كانت متزوجة من ذا دوك اوف الباني اللي هو الدوق الباني، وده راجل كويس جدا وراجل امين وصادق. اما ريجان فكانت متزوجة من كورنوول وده راجل مش سالك خالص. اما عن الاشخاص اللي كانوا بيعيشوا في بلاط الملك فمنهم كنت وده كان مخلص جدا، ومنهم جولستر، وجولستر ده حدوته كبيرة جدا. جولستر ده يعتبر بيشبه الكينج لير في عدة أشياء هنقولها بعد كده. جولستر له ابنان، ابن غير شرعي وهو إدموند، وإدموند ده ولد حقير جدا وكان دايما بيحاول يدبر المكائد لأخيه اللي هو الابن الشرعي لجوليستر وهو إدجر، طمعا بأنه هو ياخد المال بتاعه أو الورث بتاعه بعد كده. فالمهم إدموند ده كان بيعمل كل السبل اللي تحاول أنه هو دايما أنه هو يعني يقدر بيها أنه ياخد مال أخوه أو أنه هو كمان ياخد مكانة جوليستر أبي، فهنعرف ان هو ولد وحش جدا. ده كده انا عرفتك بالشخصيات بتاعت المسرحية. يلا بينا دلوقتي نبدأ. ادي جوليستر ابنائه إدموند وإدجر، وزي ما قلنا إدموند ولد سيء جدا وكان بيحاول يدبر المكائد لأخوه إدجر. فطبعا كل الأحداث دي إحنا كنا خدناها في الترم الأول. نعيش مع بعض قصة أو مسرحية كينج لير في الفصل الرابع. أولا هنبدأ بالكلمات بتاعة الفصل الرابع هنقراها مع بعض كده. حاول أكبر لك الصورة شوية عشان تشوف الكلمات بتاعتنا. عندك كلمة إسباي. كلمة إسباي معناها جاسوس. جاسوس يعني إسباي. ريفينج. ريفينج معناها انتقام او ينتقم. كلمة ريفينج ينتقم او انتقام. عندك تريتر. تريتر معناها خاين، يا واد يا خاين، يعني تريتر. تريتر خاين. عندك كلمة كارج. كارج يعني عربة يجرها الخيول. وعندك كلمة مادنس. مادنس الجنون. وعندك كلمة ديسيف يخدع. وعندك كلمة انترابت يعني يقاطع. عندك برضو كلمة
بيتري دي معناها يخون، وعندك بروف معناها يبرهن، وعندك كيور يعالج، واثوريتي اوثوريتي يعني سلطة، اوثوريتي معناها سلطة، ونيل والماضي بتاعها نيلت، نيل الكي سايلنت، نيل يركع، ونيلت ركعة. وعندك هنا انمي عدو، وعندك كلمة استاند فور رمز لي او يدافع عن، كلمة استاند فور رمز لي او يدافع عن. يلا نبدأ احداث مسرحيتنا الجميلة الكينج لير. بص يا سيدي، دلوقتي احنا في القلعة بتاعت جوليستر، قلعة جوليستر، فطبعا وهم المشهد ده خلي بالك ان الفصل الرابع مقسم الى كذا مشهد، فالمشهد ده قدامك في قلعة جوليستر، وقلنا جوليستر ده اللي هو من احد اشخاص البلاط الملكي واللي ولاده ادموند وادجر، تمام؟ المشهد الاول في ذلك الفصل بيقول لك في قلعة جوليستر كورنوول اللي هو جوز مين؟ كورنوول اللي هو جوز ريجان، تمام؟ دخل ومعاه ادموند اللي هو ابن جوليستر. طيب هو هنا ادموند رايح يعمل ايه عند كورنوول؟ هو رايح يوقع ما بينه وما بين والده، بيحاول يثبت ان والده جوليستر رجل خاين. طب هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان ياخد مكانة والده ويبقى الدوق، يبقى الدوق، وده لقب، يبقى ايرل لقب بريطاني، حاجة كده ليها مكانة عالية، مكان والده، فهو عايز ياخد مكان والده وطبعا يمحو اخيه ادجر. طيب هنا دخل طبعا كورنوول ومعاه ادموند، فكورنوول بيقول لادموند listen يا ادموند، اسمع يا ادموند، I will have my revenge، انا والله العظيم لن تئم before I leave جوليستر's house، والله العظيم لن تئم من ابوك جوليستر قبل ما انا اسيب البيت بتاع جوليستر ده، لاني هو كان عارف ان جوليستر ده بيتحالف مع ملك فرنسا، تمام؟ لاني طبعا بعد ما كورنوول وكمان جونريل بدأوا يعاملوا ابيهم معاملة سيئة، فبدأت يحسوا ان في صلة ما بينهم وما بين ملك فرنسا، تمام؟ فبيقول له والله العظيم لن تئم من ابوك قبل ما انا اسيب بيت جوليستر دوت، تمام يا شباب؟ مع بعضينا كده نقلب الصفحة، وهنا بنلاقي ادموند بيقول له I'm sorry كورنوال، انا اسف يا كورنوال، because the truth، لان الحقيقة is so sad، بجد فعلا اللي حصل ده شيء مؤسف، شيء محزن، انا خزيان من موقف ابويا. وكمان بقى البي اللي هو ادموند بيقول له This is the letter، ده الخطاب، that my father جوليستر، اللي ابويا جوليستر told me، اخبرني about عنه. بيقول لك بقى ان الخطاب ده it proves that، بيثبت انه he is a spy، يعني is spy يعني جاسوس، يقول لك الخطاب ده بيثبت ان هو جاسوس، تمام؟ يبقى هنا ادمن بيقول له والله يا كورنوول انا بعتذر، انا اسف، انا مكسوف جدا من الموقف بتاع جوليستر والدي، تمام؟ وموقف وحش جدا، وكمان الخطاب ده اللي والدي كلمني عنه بيثبت ان هو جاسوس عند ملك فرنسا. And that he is writing to the king of France. وبيقول له الخطاب ده كتبوا الى ملك فرنسا، والخطاب ده بيأكد ان هو جاسوس. Oh I wish he weren't guilty.
والله ما كنتش اتمنى ان يكون مذنب، كنت عايز ابقى فخور بيه. انا ما كنتش اتمنى ان يكون مذنب بالشكل ده. والله انا مكسوف، واد لئيم لقم السنين كلها اللي هو الواد ادمند ده. المهم It's very difficult for me، وعلى فكرة من الصعب عليا to discover this terrible truth، والله من الصعب عليا جدا ان انا اكتشف تلك الحقيقة المؤلمة، صعب عليا قوي احس ان هو بالمنظر ده. طبعا عمال يضرب 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 في والده، عايز يخلعه بقى ويشيله. المهم كورنول قال له We will go and see ريجان، احنا نروح ونقابل ريجان. خلي بالك سي يعني يقابل، تمام، احنا نروح ونشوف ريجان هناك. طيب ادموند هنا بيقول له if the letter is true، لو الخطاب صح you have work to do to stop him، انت لازم تعمل بجدية عشان توقفه وتمنعه من ان هو يبعت خطابات ويساعد ملك فرنسا. فكورنول قال له if it is true or false، لو هو صح او غلط، بص يا باشا it has made you the next duke of جوليستر. بص بقى لو الخطاب ده صح، يبقى كورنول بيقول له يا عم اطمن، الخطاب ده طلع صح مش صح، انت الدوق الجاي لجوليستر، وهذا ما يتمناه ادموند. المهم فجوليستر بيقول، فهنا بيقول له انت كده كده الدوق بتاع جوليستر مهما حصل، سواء كان الليتر ده ليتر صح او ليتر غلط. المهم بيقول له كورنول find your father، حاول تلاقي ابوك او تجد ابوك، and then we can arrest him، وساعتها هنقدر نقبض عليه. فادموند هنا ادموند بيكلم نفسه بقى بيقول ايه if I find him helping the king، طب ما هنا لو لقيت جوليستر ابويا ده بيساعد الملك، كورنول will think، كورنول ساعتها هيفتكر وهيعتقد وهيتأكد he is even more guilty، انه فعلا مذنب جامد. اوبا انا لبسه بقى، انا لو شفت او وجدت ابويا بيساعد الملك اوبا امسكها عليه، وكورنوال ساعتها يتأكد انه هو مذنب جامد. فالمهم بقى هنا ادموند بيكلم كورنوال وبيقول له I will continue to show you my loyalty، انا هكمل عشان اوريك ولائي لك. although على الرغم it hurts me، ان ده هيؤلمني to do this to my father، على الرغم اللي انا هعمله ده والله بيضرني، والله بيوجعني من جوه ان انا يعني اكشف الحقيقة بتاعت والدي، حاجة صعبة عليا جدا، ولد يعني بجد صعب قوي، ربنا يهدي. المهم كورنول قال له I trust you، انا مصدقك يا ادموند، and you will find me، وانت هتلاقيني to be a better father، يعني اب افضل than he is، والله العظيم لتلاقيني اجدع من ابوك، هبقى بالنسبة لك احسن من ابوك ده 100 مرة. وبكده بينتهي الفصل الاول، المشهد الاول من الفصل الرابع. نكمل مع بعض كده المشهد التاني. ادي الصورة الجميلة بتاعت المشهد التاني. المشهد التاني بيقول لك ايه يا سيدي، هنا بقى جوليستر بيخش. فجوليستر ده طبعا مشهد بقى تاني، جوليستر بيخش، فجوليستر بيقول لكنت My friend، صديقي، Where is the king، أين الملك؟ فكنت رد عليه قال له He's here
إنه هنا، الملك هنا. سير يا سيدي، but be quiet، لكن من فضلك اهدى شوية. He's sleeping، ده نايم، ما تصحوش من نوم. فجوليستر قال له good friend، حسنا يا صديقي. بس أنا عايز أقول لك على حاجة يا كنت. طبعا كنت وجوليستر من الناس المخلصين جدا للملك لير. فجوليستر بيقول حسنا يا صديقي، بس أنا سمعت خطة كده اتعملت عشان التخلص من الملك. I have heard that، أنا سمعت إني there is a plan، إن في خطة to get rid of him. طبعا get rid of للتخلص من الكنجلير. بقول لك ايه يا كنت، there is a carriage waiting for you، في عربية حنطور مستنياك برا. help the king، ساعد الملك انه يركبها. and drive to Dover، وروحوا بيها لدوفر. فين بقى دوفر دي؟ دوفر دي مكان في فرنسا. وهناك where you will find people، هتلاقوا ناس في دوفر. افتكر دوفر دي، دوفر دي في فرنسا، وهناك في دوفر هتلاقوا ناس to help you، تساعدكم. بس يلا روحوا دلوقتي، go now. if you wait half an hour، لو استنيت نص ساعة، you may both، انتوا الاثنين، انت وعم الملك النايم ده، هتتقتلوا. killed. follow me، اتبعوني. فكنت هنا طبعا والملك لير مديها نومة ولا دريان بالدنيا كلها. فهنا كنت بيقول للملك لير you are sleeping now، انت نايم دلوقتي يا عم ومبسوط. this rest might help you، ده ممكن الريست ده يساعدك. also على الرغم من it will be difficult to cure your madness، على الرغم ان هو هيبقى صعب بالنسبة لنا ان احنا نعالج جنانك دوت اللي انت بتتجننوا علينا. وراح قايل كنت للفول. فول ده اللي هو مين؟ المهرج اللي كان قاعد معاهم. فبيقول له come، تعالى. and help me، وساعدني. carry the king، أن نحمل الملك. المهم جوليستر بيقول له يا جدع يا جدع، ده أنا قلت لك أسرع أسرع. hurry up، أسرع. we must leave now، إحنا لازم نمشي دلوقتي. they all exit، كلهم خرجوا. except for، ما عدا إدجر. خلي بالك إدجر ابن جوليستر كان موجود، بس خلي بالك ان هو كان ايه، كان موجود ايه بشخصية توم. توم اللي هو المتنكر، متنكر هو في شخصية توم المسكين. فكلهم خرجوا ما عدا إدجر. إدجر راح قايل ايه بقى؟ the poor king، ايها الملك المسكين. his children، اطفالك وابنائك. have done to him، عملوا معاك. what my father has done to me، اللي عملوا معايا ابويا. وراح خارج. وبكده بينتهي المشهد الثاني من الفصل الرابع. خلي بالك دي نظام مسرحية، المسرحية بيبقى فصل وليها كذا مشهد، كل مشهد بيكون في مكان شكل. تمام يا رجالة، نكمل. المهم ف بيقول لحضرتك هنا المشهد بقى التالت. in جوليسترز كاسل، في قلعة جوليستر. هنا بقى كورنوول ومراته ريجان وجونريل اختها وإدموند الولد، الولد الزفت دوت إدموند ابن جوليستر،
وكمان في سيرفنس خدم بيخشوا المكان. المهم كورنوول بيقول جونريل، جونريل دي اللي هي مرات مين؟ مرات الدوق البني، وقلنا عليه انه ده راجل كويس، حتى هتحس انه هو مش بيظهر معهم كتير. بقول لها جونريل بقولك ايه، بقولك ايه يا جونريل، send a message، ابعت رسالة للمحروس جوزك your husband البني and show him this letter، ووريله الخطاب اللي هو بتاع جوليستر ده اللي جوليستر بيعته لملك فرنسا. فالمهم بيقول لها كمان the French army، the French army اللي هو ايه؟ الجيش الفرنسي has arrived، وصل in England، في انجلترا. خلي بالك احنا كده في خطر. وراح قايل للخدم بتوعه to the servants find the traitor، بقول لكم ايه، لازم تجيبوا لي الخاين جولستر ده من قفاه. فريجان قالت arrest him now، اقبضوا عليه دلوقتي. فبعض من الخدم خرج. فبيقول لك جونريل بقى كورنوول قال leave him to me، سيبوه لي انا بقى. ادموند بقول لك ايه يا عم ادموند، خليك هنا مع جونريل، خليك مع جونريل، اسمعها مني، خليك مع جونريل. You shouldn't see، انت ما ينفعش تشوف. What we will do to your father، احنا هنعمل مع ابوك ايه؟ يلا ده احنا هنعمل مع ابوك الجلاشة، انت مش قادر تستوعب ايه اللي هيحصل مع ابوك. انا مش عايزك تشوف اللي هيحصل مع ابوك الخاين التريتر. وراح قايل له بعد كده جود باي ماي دير، قايل لها جود باي ماي دير، ماي دير جونريل، مع السلامه يا جونريل. وراح قايل له جود باي ادموند، ومع السلامه يا ادموند. خلي بالك بيحاول بقى ايه يرمي له كلمه جامده، بيقول له ذا نيو دوك اوف جوليستر، ايها الدوق الجديد لجوليستر، بيشجع الواد بيحمسه. هنا بقى في الوقت ده اوزولد بيخش. فهنا بيقول له وير از ذا كينج، اين الكينج؟ فاوزولد بيقول له ذا دوك اوف جوليستر، يبقى كورنوول بيقول له ايه لاوزولد فين الملك؟ اوزولد دخل وقال له ذا دوك اوف جوليستر، الدوك جوليستر has taken him away، خدوا بعيدا، خدوا بعيدا. يا سير بيقول له about، حوالي بيقول له about حوالي 35 35 soldiers من جنوده have gone، رحلوا with him معاه. الدوك جوليستر خدوا ومعاهم 35 جندي من جنوده، تمام؟ They are going to Dover، ورايحين دوفر، واحنا قلنا دوفر دي فين؟ في فرنسا. Where they say they have some powerful friends، وبيقولوا ان هم عندهم هناك اصدقاء ذو سلطة. المهم كورنوول قال له get horses for Regan، جهز الخيول لريجن. جود باي يا ادموند، وهنا جونريل بتخرج مع ادموند واوزولد. جو اند فايند ذا تريتور، يا جماعه هاتولي الخاين دوت، هاتولي الخاين جوليستر، انا عايز الخاين جوليستر، هاتولي من قفاه. برينج هيم تو اس لايك ا سيف، هتقولي بالظبط زي الحرامي. فبقية الخدم بيخرجوا، وهنا بقى جوليستر بيقول ايه، وهنا بقى كورنوول بيقول ايه، بيقولك I can't kill جوليستر، انا مش هقدر للأسف ان انا اقتل جوليستر.
because I don't have the authority. أنا ما عنديش السلطة أن أقتله، الدنيا تيجي عليا. But I can punish him، لكن أقدر أعاقبه جامد. And also people، وكمان الناس won't like this، الناس مش هتحبني أن أنا أقتله، لكن ممكن أعاقبه. They can't stop us، والناس مش هتسيبنا ساعتها. فالمهم جوليستر هنا بيخش brought in by two or three men، في اتنين او تلاتة من الرجال جايبين جوليستر معاهم. Who's there? Is that the traitor جوليستر؟ هل هذا هو الخائن جوليستر؟ ريجان قالت It's him. أيوة هو الخائن أو التريتر جوليستر. ركز كده معايا. كورنول قال بقول لكم يا جماعة الراجل ده حرق دمي، لازم تجيبهولي يرقع قدامي. Make him kneel. kneel يعني يركع، خلوه يركع in front of me قدامي. جوليستر What are you doing؟ انتوا بتعملوا ايه؟ Good friends، يا اصدقاء، يا ده اصدقاء انت رخر. You are in my house، ده انتوا حتى ببيتي. Don't do this، اوعوا تعملوا كده. فكورنول قال له make him kneel، خلوه يركع. فالخدم make him kneel، شكلهم رزعوه مقص، راحوا موقعينه على الارض فرقع قدام كورنوال. ريجان بقى بتقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ يو كرول مان، ده انت راجل جاحد. يو هاف ديسيفد يور سان ادموند، ده انت حتى خدعت ابنك ادموند. فجوليستر بيقول لها يا شيخة تقلا، يو ماي ليدي، انت يا سيدتي، are the one who screw not me، ده انت اللي جحدة وبنت جحدة مش انا. ريجان راحت قايله له you are a traitor، وانت خاين يا جوليستر. شكلهم بيردحوا لبعض بقى ولا ايه؟ مش عارف. فجوليستر قال لها cruel lady، ايها المرأة القاسية، cruel lady what are you saying، انت جننتي ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بتقول عليا كرول؟ امال انت تبقى ايه؟ وجوزك ده يبقى ايه؟ فكورنوول قال له بقول لك ايه؟ What letters have you recently received from France؟ ايه اخبار الخطابات بقى عم اللي انت بتستقبلها من فرنسا؟ ريجان قالت له Give us your answer، اتفضل رد يا بيه. We know the truth، احنا عرفنا الحقيقة. كورنول And what have you planned with the traitors، ماذا خططت مع الخائنين who have recently arrived in the kingdom، اللي لسه واصلين حالا الى المملكة. انت خططت ايه مع الخائنين اللي واصلين المملكة، قصده على الفرنسيين. ريجان قالت له Who have you sent the mad king to، وديت فين الملك المجنون اللي هو قصده على الملك لير. Tell us everything، قول لنا كل حاجة. فطبعا جوليستر قال لهم اسمعوا، بقول لكم ايه، اسمعوني كويس. اظبط بس الكتاب عشان تشوفوا كويس. تمام كده اكيد. بقول لكم ايه، اسمعوا كويس. Listen، I got a letter، انا فعلا وصل لي خطاب ذات explained، بيشرح what is happening، ايه اللي بيحصل. It came from someone، الخطاب ده جالي من شخص ما، who is neither
a friend nor an enemy. الخطاب ده جاي من واحد ولا هو عدو ولا هو صديق. فكورنول قال له that's clever. الله عليك الله عليك يا فنان، حلو قوي اللي انت بتقوله ده. فريجان قال له and untrue. ريجان قالت له and untrue، الكلام ده مش صح مش حقيقي انت بتكذب يا. فكورنول قال له where have you sent the king، انت وديت فين الكينج؟ جوليستر قال له to Dover، وديته دوفر. ريجان قالت له why have you sent him to Dover، طب وانت ايه اللي خلاك تبعته لدوفر؟ I told you not to help him، انا قلت لك ما تساعدوش. كورنول هنا قاطع ريجان وقال لها وراح قايل له why Dover، طب ليه يا عم الحاج دوفر؟ let him answer that first، بقول لك يا ريجان سيبيه يجاوب الاول. فجوليستر قال لهم he didn't want، الملك ما كانش عايز to see his daughters، ان يشوف بناته continue to be so cruel to him، يتواصلوا ويتمادوا في معاملتهم السيئه ليه. فكورنول قال له بس لحد كده وقف يابا، you will never see that، مش هتشوف ده تاني. بقولك يا بيكس اب اسورد القف السيف بتاعك او القف السيف ده وتعالى فايت مي، قاتل معايا او قاتلني او اتخانق معايا. جوليستر حب بقى ايه يتشجع كده، وجوليستر ترايز تو فايت، حاول يتشاجر مع كورنوال. بات كورنوال هيتس هيز فيس، راح مديله واحده في وشه ويز هيز سورد بالسيف بتاعه. اوبا جوليستر اتعور، جوليستر عمال يصرخ او هيلب مي ماي ايز، عينيا. فالسيرفنت فطبعا العينيا، في واحد من السيرفنت قال له يا كورنوال ستوب ستوب ماي لورد، توقف يا لورد، ستوب ناو، وقف دلوقتي. كورنول قال له نعم يا اختي نعم، انت بتقول لي وقف، هو انت بتدافع عنه؟ طب تعالى لي الليل يا حبيبي تعالى لي. راح قايل له ايه بتقول لي وقف؟ طب بقول لك ايه، يو كان فايت مي تو، تعالى لي نتخانق انا وانت بقى. قال له طب تمام انا جاي. راح هنا بداوا يتشاجروا، والسيرفنت راح أصاب كورنوال. في اللحظة دي ريجان راحت لحقاه وراحت بتقول للسولجر give me your sword، قالت للجندي قالت له اديني السيف بتاعك، ما بقاش الا السيرفنت كمان اللي هيتخانق مع ماي هازباند جوزي، انا اللي اتكلم جوزي اموته. I won't stand for it. وراحت الست واخده السيف وراحت قاتله السيرفنت اللي هو كان عايز مين؟ اللي كان عايز يقتل الحاج كورنوال، راحت قاتلاه. فالسيرفنت بيقول اوه I'm going to die، انا خلاص هموت. He dies، مات خلاص. يلا في 60 دقيقة. جوليستر everything is black now. جوليستر طبعا شكله اتعمى خلاص، السيف جه عور له عينه. فجوليستر بيقول يا لهوي الدنيا بقت سودة، الدنيا بقت سودة خالص قدامي، الدنيا بقت سودة. I can't see، مش شايف. Where is my son، فين ابني؟ ادموند ده ادموند لو عرف هيجنن الدنيا، كان فاكر هنا ان ابنه راجل بجد. You must take revenge for this terrible thing، ابني هينتقم منكم. رجال قالت له يا اخي اتنيل don't call for your son ادموند، ما تقعدش تندق على ادموند، he hates you، ده بيكرهك. ادموند told us، ادموند اخبرنا ذات اني you betrayed us، ان انت بتخوننا، ده ادموند اللي حتى قال لنا ان انت اللي بتخوننا.
He will not help you. مش هيساعدك. راح جوليستر قايل I have been so stupid. ده انا كنت حمار قوي. كنت غبي قوي. إدجار is the one I should trust. ده إدجار كنت اللي هو لازم أصدقه. مش إدموند. ريجن قالت ارموه برا القصر. Throw him out of the palace. ارموه برا القصر. And let him find his way to Dover. وخلوه بقى يبقى يروح دوفر. Two servants. الاثنين من الخدم هيلب بيساعدوا دلوقتي البلايند جوليستر. جوليستر الأعمى. From the stage. من على الستيج. وهنا ريجن بتقول لجوزها كورنوال What's the matter my lord? إيه اللي حصل لك يا حبيبي؟ كورنوال قال لها I have been hurt ريجن. أنا اتعورت يا ريجن. أنا اتعورت جامد قوي. Look at all this blood. حتى شوف الدم ده كله. انت يرضيكي كده؟ قال لها give me your arm. اديني دراعك. ريجن هيلبس كورنوول. ساعدت كورنوول انه ينزل من على الستيج. وهم بعد كده خرجوا. وبعد ذلك خرجوا. ده كان يا شباب شابتر 7 او الفصل الرابع والمشاهد اللي فيه. أتمنى تكونوا استمتعتم بالأحداث معايا. طبعا بعد ما حضرتك بتسمع هذا الفصل ياريت حضرتك بتقلب الصفحة كده. عندك الأسئلة الكريتيكال ثينكينج questions suggested answer. اقراها كلها بالعربي وبالإنجليزي وحاول تفهمها كويس جدا جدا. هي صفحة 24 و25 في كتاب الشرح بتاعنا. عايزك تذاكرهم كويس جدا وتذاكر الشابتر كويس قوي. وإلى اللقاء في الشابتر الجاي. يا رب كده أشوفكم على خير في شابتر 8.